السلام عليكم متتبعين الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد. أحلى متتبعين، كان هدي لكم أحلى ورد، أجمل ورد لأجمل ورود. مرحبا بكم، تستاهلوا كل خير في كل مكان في كل بلاد، كيف ما كنتوا فين ما كنتوا. تحياتي لكم داخل أرض الوطن من طنجة للقويرة وخارج أرض الوطن. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا القناة، قناتكم منكم وعليكم. دائما كنتمنى تكون عند حسن الظن ديالكم، تلقاو فيها كل ما إن شاء الله يا ربي يفيدكم، خاصة أصحاب قنوات الصغيرة وكذلك الكبيرة. وخا كما كنقول لكم دائما، وخا القناة طالعة في الرقم، وخا يكون عندك مليون مشاهد، لكن المشاهدة إلا ما كانتش عندك راك تعتبر القناة ديالك باقة صغيرة. كما كنقول لكم دائما، القناة هي المشاهدة، هي المتتبع الحقيقي. نتابعوا بعضنا بالمتابعة الدائمة. شنا هي المتابعة الدائمة؟ نكون معك في أي جديد حطيته، تكوني معي في أي جديد حطيته في أي لايف. واخا بعض المرات كيكون عندنا ظروف، الله يكون في العون، حنا ماشي ديال راسنا كما كنقول لكم دائما ونعاودها، حنا ديال عائلتنا، علينا مسؤوليات، عندنا واجبات. بعد الاوقات كتبزز علينا الظروف اننا ما نحضروش في هذاك اللايف ديالك او في عرض او فيديو نشوفوه في الوقت ديالو فاش يلاه نزلتيه، ولكن نحاولوا نديروا ما في جهدنا نكونوا مع بعضنا، ماشي نشتركوا بالجرس وملي يطيح لنا الاشعار ديال القناه ما ندخلوش ما نشوفوش، واخا عندنا الوقت نمشيو عند الناس اخرين. لا، خاصنا نديروا الواجب لدوك الناس اللي هما كيتابعونا، كيديروا معنا الواجب دائما، معنا كيضيعوا وقتهم اللي من ذهب دائما معنا، نديروا معهم الواجب هما الاولين عاد الناس اخرين، الناس الجداد اللي كنقول لكم دائما قلبوا على راسكم، سرحوا. راه اليوتيوب راه عامر تبارك الله ما شاء الله، دخلي عند هذه دخلي عند هذه، ولكن بالتفاعل كما كنقول دائما دائما تكوني متفاعله معها وتكون حتى هي متفاعله معاك، والاشتراك يكون بالمشاهده. ما ديروش ديك المساله ديال كما كنشوف بعض المرات في اللايفات، كتكونوا حاضرين في اللايفات كتدخلوا ديروا الاشتراك لهذه، تجيو تقولوا لها راه تم عندك فلانه، تم عندك فلان، تم عندك فلانه، راه هاد الطريقه راه خاطئه، خاطئه بزاف. حنت علاش كتدخلي انت حاضره في الحفل مع السيده اللي دايره حفل، كيدخلوا الناس كتدخلي عندهم كتقولي لهم انا درت لكم الواجب، كتدخلي عندهم كتحطي الاشتراك بالجرس وتترجعي للحفل. هذا راه ماشي الاشتراك، هذا راه كيتسمى بحال اللي قلتي حطيتي واحد الحاجه ما تجي ترجعي للحفل حتى كطير هذيك البصمه اللي حطيتي لديك السيده. حنت ماشي بالمشاهده، دخلي خدي القناه ديالها مثلا حطيها في واتساب عندك بحال هكذا حتى يسالي الحفل ديال السيده، ورجعي عند الاخرى اللي بغيتي تشتركي لعندها، شاهدي لها من الاول حتى الاخر، ولو يكون فيديو جوج دقائق كملي لها المشاهده واشتركي بالجرس. ها انت تبتي لها الاشتراك، تبي لها التعليق، وحتي لغد ليه حتى هي ترد لك، او دوز مثلا ساعتين ثلاث سوايع باش الاشتراكات ديالكم يكونوا متبتين. ما تكونش تبادل، دائما كديروا اخطاء بلا ما تحسوا، كطيحوا في مشاكل، كديروهم القنواتكم بروسكم، نتوما كديروا مشاكل قنواتكم بروسكم بلا ما تحسوا بلا ما تعرفوا. هنا دائما خصكم تاخذوا الحيطه والحذر، كتشكاو من السوايع كيتنقصوا، كتشكاو من الاشتراكات كيتنقصوا، كتشكاو من القناه ما كتطلعش. راه هادو هما المشاكل اللي كيسببوا لقنواتكم انهم يرجعوا اللور. وكذلك نهضر على واحد المساله ديال الجروبات، ردوا بالكم من الجروبات ديال واتساب. راه الا دخلتي الجروب في واتساب عولي على السوايع يتنقصوا لك، عولي على الاشتراكات يتنقصوا لك، الا ما كانش هذاك الجروب الناس اللي فيه صادقين كيخدموا بصدق وبالمعقول. وما تذكروش في اللايفات ديالكم، هذه النصيحه مني، ما تذكروش في اللايفات ديالكم الجروبات، حنا في المجموعه دخلوا عندنا المجموعه، مجموعه ديالنا كذا فيها كذا درنا كذا، راه اليوتيوب راه عنده العينين عنده الودنين باش تسمع ويشوف، راه الناس اللي خدامين فيه، الناس اللي كيسيروه، واش نتوما شويه راه خصكم. والله العظيم الا هاد المساله هادي ضحكتني وسمحوا لي، راه هاد المساله هادي لاحظتها في بزاف ديال الناس اللي داخلين المجموعات، كديروا اللايفات كتهضروا على المجموعه شكون اللي فيها، شكون اللي داخل معاكم،
دخلوا معانا المجموعه، درنا هذه وكتفاهموا في اللايف، راه اللايف في اليوتيوب، خليو الهضره والنقاشات والطرق الخدمه باش كتخدموا في المجموعه اللي نتوما مجموعين فيها بيناتكم. ما تهضروش على هذا الشيء في اللايفات، لانه راه كما قلت لكم اليوتيوب عنده الودنين، عنده العينين. كتذكروا بلاي ليست، كتذكروا التبادل، كتذكروا الاشتراكات، كتذكروا الطريقه كيفاش غادي نعطيو لهذا، كيفاش غادي نربح هذا، كيفاش غيستافد هذا، كيفاش غنطلعوا هذا. راه هذا الشيء كلشي راه كيتعتبر من التبادل، راه اليوتيوب ما كيحببوش، ما كيحملوش. شوفوا غير الا مثلا قلتوا شي قناه راه حنا هجمنا عليها اليوم، عطيناها 50 راه ما تجي ديك الليله تدوز حتى توصل هذيك القناه العشرات المشتركين. ردوا بالكم علاش كيتنقصوا لكم السوايع ملي يلاه كتدخلوا المجموعه مثلا، ولا كيتنقصوا لكم مشتركين ملي يلاه كتدخلوا المجموعه. واكثر الناس اللي قلت لكم كتهضروا بزاف على الخدمه ديالكم في المجموعه، كتهضروا عليها في اللايفات ديالكم. هنا اليوتيوب كيعرفكم درتوا مجموعه، كتبادلوا الاشتراكات، كتعطيوا لبعضكم الحسابات، كتخدموا السويعات بالبلاي ليست اللي هاد المساله ما كيحبهاش اليوتيوب. اليوتيوب كيبغي القناه تخدم الراسها، يكونوا عندها متتبعين حقيقيين ماشي مزيفين، يكونوا عندها الاشتراكات حقيقيين ماشي مزيفين، القناة تكون خدامة تحط يوميا. ان شاء الله يا ربي حتى 5 الفيديوهات في النهار ماشي مشكل. سدي ودنيك اختي، ديها في قناتك، خدمي على قناتك، ما تديهاش في حتى شي واحد اللي يقول لك راكي حطيتي كل ساعة واش حنا غنشوفوا لك. لا، سدي ودنيك وخدمي على قناتك. وانا نقولها لك، هذا يجيب لك 10 ديال المشاهدات، هذا يجيب لك 20، هذا يجيب لك 60، جمعيها في هذاك النهار شحال تولي في النهار واحد. جمعي ديك المشاهدات ديال دوك الفيديوهات اللي حطيتي في ذاك النهار وداك اللايف اللي درتي، الا طلع لك مثلا حضروا معك الناس، لانه اللايف امتى كيكون كينفع القناه الا حضروا معك الناس. الا ما حضروا معك حتى شي واحد راه داك اللايف كيتعتبر بحال اللي كاع ما كاينش. وهاد المساله كلنا كنخطئوا فيها، كنحلوا على الله على باب الله يحضر معنا شي واحد ولا ما يحضرش معنا. هنا غادي نقول الناس اللي كنحضروا معاهم، حتى نتوما خصكم تحضروا معنا، راه ما يمكنش نحضر معاك النهار جوج ثلاثة انت ما كتحضريش معايا، ما كتشوفيش ليا لا فيديو، ما كنلقاش التعليق ديالك، راه واخا تعطيني اللي عطيتيني راه ما يمكنش، راه ما يمكنش انني نبقى معاك دائما مستمره معاك، نكون معاك بصدق وبالاخلاص وانت ما كتكونيش معايا، ما يمكنش. هذه راه لا يمكن، لانه اول حاجه هنا كنشوف الصدق ما كاينش عندك، الوفاء ما كاينش عندك، تفاعل معايا اصلا ما كاينش عندك. كتشوفيني كنعطيك من وقتي اللي من ذهب، عندي ناسي، عندي الناس اللي كيتسناوني ونحضر معاك من الاول حتى الاخر، نعطيك من وقتي. وفي نفس الوقت كتجيب لي الله شي ظروف اللي كتحكم عليا انني نكتب لك اختي معك بصمت وبايموجي الله يكون في العون مشغوله، عندي ضياف، عندي ما يدار، غنوجد عشيوه، غندير هادي مثلا، غادي نخرج نخليه لك خدام تليفون معك او بحال ما هكا. خصك تاخذي هاد المسائل هادي بعين الاعتبار وتشوفي هاد السيده هادي كتعطيني من الوقت ديالها رغم الصعب الظروف اللي عندها، ما عندهاش الوقت اصلا، والله يكون في العون قناتها بقى صغيره، كتحضر معايا كتعطيني من وقتها دائما، صدقه معايا، معقوله معايا، علاش انا ما نحضرش معاها؟ علاش ما نعطيهاش حتى انا من الوقت ديالي حتى انا نعطيها لوجه الله تعالى؟ اللي كيعطي يعطي لوجه الله تعالى، ما نعطيش باش انت تبقاي معايا، ما نشدكش بزز منك. هاد المساله هادي راها خاطئه، كاينين الناس كنشوفوهم ما كنعممش، ماشي كلشي بحال الله يهديهم، كيقول لك الا ما حضرتيش معايا ما نعطيكش، الا ما استمرتيش معايا ما نعطيكش، دائما يوميا. راه ما يمكنش نحضر معاك الا لمست فيك الصدق والمعقول، واللي كتعطيه تعطيه لوجه الله تعالى، ماشي طمعا ولا غرض لشي حاجه. الا نحضر معاك لانه انا حبيتك لوجه الله تعالى، وحب الله في الله اللي يحبك الانسان لوجه الله تعالى، راه هاد المساله راه واحد الحاجه اللي ما كتبع ما كتشرى، راه نادره، قليلين الناس اللي يحبوك لوجه الله تعالى، ماشي طمعا فيك.
شوفي غير اللي يحضر معك بدون مقابل، يعطيك من وقته بدون مقابل، ما اللي تعطيه ما يحضرش معك. انا فين تخدمي عقلك؟ وما كان عمامش بطبيعه الحال، راه ماشي كلشي بحال بحال، غير كنشوفوا بعض الناس الله يهديهم وكيديروها للناس ديالهم في الخاص. ما تمشيش عند فلانه، الا مشيتي عند فلانه مابقاش نعطيك، مابقاش نساعدك، مابقاش نعاونك في السويعات، مابقاش نعاونك في الاشتراكات، مابقاش نعطيك معلومات. علاش اختي؟ راه الا عطيتي شي حاجه راه عطيتيها لها لوجه الله تعالى، لانه حتى انت راعتك ربي من عنده. راه هادوك الناس اللي علموك، دوك الناس اللي عطاوك، راه ربي اللي صيفطهم لك، راه رزق من عند الله هذاك، راه الابواب متصفه والارزاق متقاسمه. الا ما عطيتيهاش راه ربي غيعطيها من واسع من جوايا اخرين هي ما عرفاهمش. حتى هي انسانه صادقه ومعقوله، وربي اللي عالم بالقلوب شنو فيهم، ماشي الانسان. وما نسمعوش شي كلمه مثلا شي واحد قصد بها شي واحد اخر وحنا ناخذوها كتطبق علينا حنا، لا هذا خطا كبير. كنظلموا الناس كما كنقولوا ان بعد الظن اثم. ملي كتظني شي حاجه في شي واحد مثلا قالها عليك انت وهو ما قالهاش عليك انت، راه كتدي فيه الذنوب ومازال كتضربيها بالفن، بالفن كتحشي الهضره. هذه راه مساله خطيره خطيره بزاف، بينك وبين الله، راه الله ما يسمح لكش على هذا الشيء هذا. ونتمنى وان شاء الله يا ربي يهدي الجميع. المهم موضوع كيجبد موضوع، شحال من موضوع دابا دخلت فيه بلا ما نحس، هضره تجبد هضره. داوية لكم على موضوع اللي هو ديال الجروبات، لانه بزاف منكم البنات سمحوا لي بزاف وبزاف كنعرفكم معقولين وصادقين وداخلين مع الناس صادقين، كتقولوا لي كتفاعلي بزاف معنا، كتكوني معنا صادقه معنا، علاش ما تدخليش حتى انت تستفدي من المجموعه؟ ما بغيتش ندخل في المجموعه، وواحد المجموعه اللي دخلت ليها راه نتوما شاهدين على هذا الشيء، كنتو فيها بزاف الناس وخرجتوا خطره وحده، لانه دوك الناس هما اللي خرجوكم. دخلت معهم 4 ايام ما زدتش عليها، دخلت عرفتهم كيفاش كيتعاملوا، عرفتهم ما صادقينش اصلا مع الناس ديالهم، عرفت الخدمه ديالهم كيفاش دايره، اللي كيعطيوه كيفاش. المهم هذه المساله هذه ما نتعمقش فيها، الله يهدي الجميع. المهم 4 ايام ما كملتهاش مع دوك الناس وخرجت عندهم، حنت درستهم وعرفتهم، عرفت الخدمه ديالهم، غادي تخرج على قناتي. داكشي علاش جمعت راسي بالفن بلاتي هي احسن، قلت السلام عليكم. عليكم السلام، تلقينا خوت، نتفرقوا خوت، صافي الحمد لله. خدامه على قناتي بما يرضي الله، الحمد لله، محتوى بسيط راكم كتشوفوا بعويناتكم. دائما كنحاول نشارك معكم اللي قديت عليه، اي حاجه كنعرفها، اي حاجه غتستافدوا منها ما كنخليهاش عندي، لانه ربي كيعطينا باش نعطيو، ونتمنى ربي يعطينا مناش نعطيو كما كنقولوا. الله يقبل ليا ولكم جميع المسلمين. مهم اليوم تطرقت للموضوع اللي هو ديال الجروبات، نتمنى تستافدوا منه وتاخذوا هذه المساله بعين الاعتبار، ما تجاهلوهاش. وشوفوا غير الفرق الا دخلتوا للمجموعه قبل ما تدخلوا للمجموعه، وملي تدخلوا للمجموعه الفرق على قناتكم، واش كاين شي تحسن ولا ما كاينش، واش كاين شي ضرر ولا ما كاينش. ردوا بالكم الخدمه ديالكم، خاصه الناس اللي كيخدموا مع بعضهم، خصكم تخدموا بصدق، ما غاديش تشاهدي لها بصدق، ما تشاهديش لها من اصله، ما تضريها ما تضرك. وهذه المساله ديال انكم ديروا اللايفات وتهضروا على المجموعات خطيره عليكم بزاف وبزاف، سولوا عليها وردوا عليا اي حاجه ما كندوي عليها، حتى كنكون متاكده من المعلومه صحيحه 100% عاد كنعطيها لكم. وشكرا بزاف الناس اللي كيقولوا لي ادخلي معنا باش تستافدي، سمحوا لي ما بغيتش ندخل المجموعه، وما غاديش ندخل المجموعه، وما غاديش ندير مجموعه، سمحوا لي. ونتمنى ما تذكروش السميه ديال القناه ديالي، الا كنتو كتهضروا مثلا في اللايفات ديالكم على المجموعه كتقولوا معنا، لا ما تقولوش معنا، انا ما كايناش معكم. وشكرا لكم على تشجيعكم، شكرا لكم على هكا كتبغيو لي الخير، حتى انا كنبغي لكم الخير كثر وكثر، ولكم بالمثل وزياده. هذا علاش شاركت معكم هاد النصيحة هذه، نتمنى تاخدوها ان شاء الله تقبلوها بصدر رحب. وحاولوا دائما كما قلت لكم تناقشوا المشاكل ديالكم، النصائح، طرق الخدمة في الدار الخضراء ديالكم، ماشي في اللايفات، لانه هاد المسألة كتضر الناس اللي معكم، وحتى الناس اللي كيحضروا معكم ما داخلينش معكم في الدار الخضراء. كما قلت لكم حاولوا تاخدوا الحيطة والحذر دائما، كما كنقول لكم راه اليو عنده الودنين عنده العينين. وكما قلت لكم راه مساله التبادل ما كيحببهاش، كيبغي القناه تخدم على راسها، تطلع المشاهدات من الناس،
لي صادقين من متتبعين الحقيقيين مشتركين يكونوا حقيقيين بهكا القناة كتطلع، والاجتهاد وكذلك المحتوى، لعبوا على المحتوى ديالكم يكون نقي، التصوير يكون جودة عالية، تكون مثلا شهيوة تنفع ناخدها ونصيفتها لختي نصيفتها لعمتي مثلا، ولا فلوق نتفرج فيه نكون استمتعت به وصيفتو، الناس الاخرين يستمتعوا بداك المنظر، يشوفوا ديك المدينه، يسمعوا المعلومات. هاد المسائل هذه كلها راه كتطلع القناه، وكذلك تنوع، نوعي في المحتوى ديالك، حطي اليوم الشهيوه، لا غد ليه فلوق، لا غد ليه روتين، لا غد ليه موضوع، لانه هاد التنويع هذا راه زوين كينفع القناه. قد ما كتنوعي في القناه ديالك قد ما كتطلع، لانه كل حاجه عندها ناسها ورزقها، والله رزقنا من واسع يا ربي العالمين، الابواب متصفه والارزاق متقسمه، كل عنده رزق والحمد لله ولله الحمد، غير شويه ديال الصبر والاجتهاد والعزيمه واليقين، كلنا ان شاء الله غادي نوصل داكشي اللي بغينا بما يرضي الله، اكيد الحمد لله. الله يدومها محبه وصدقه بيناتنا لوجه الله تعالى، اي حاجه درناها نديروها لوجه الله تعالى، الا ما استفدناش ماديا نستفدوا الحسنات، نديو الاجر في بعضنا، لانه هاد القنوات ما فتحناهمش للعبه او التسليه او نضيعوا وقتنا غير هكاك، الا فتحناهم باش نستفدوا منهم ونتمنوا نقيو الرزق، الا كتب لينا ربي نشدو داك الرزيق يكون حلال، كيفاش نرجعوه حلال بالحسنات اللي كنديرو بهاد القنوات. الا اشتركتي عند شي وحده اشتركي عندها لوجه الله تعالى، بارطاجيها لوجه الله تعالى، عاونيها لوجه الله تعالى، اي حاجه درتيها وما تحذفيش الاشتراك ديالك، ما تحذفيش داك الخير اللي كتعطيه ليها، باش يبقى دائما تدي عليه الحسنات، لانه ديك السيده اللي فرحتيها راه كتدي فيها الخير. نتمنى الفيديو يكون خفيف طريف على قلوبكم، اعذروني على الصوت راه باقي عيان، الله يشافيني ويشافي جميع المرضى المسلمين، وشكرا للناس اللي دعوا معايا، شكرا لدعواتكم، الله يجعلها في ميزان حسناتكم مقبوله. نتمنى دائما كلامي يكون خفيف طريف على قلوبكم، تقبلوه بكل فرح، ان شاء الله تستفدوا منه، تردوا البال دائما كلامكم في اللايفات كما قلت، وتردوا البال الخدمه ديالكم والناس اللي كيخدموا على قنواتكم، باش ما تضروش من بعد ان شاء الله تضيعوا داكشي كلشي اللي بنيتوه في لمحة واحدة. نتمنى لي ولكم التوفيق والنجاح، والله يحفظنا ويبعد علينا شر الخلق وأعداء السعادة وأعداء الخير وأعداء النجاح يا رب العالمين، عواشركم مبروك، الله يدخل علينا رمضان بالرزق والتيسير والخير والهناء والسعادة الدائمة والصحة والسلامة لنا ولكم وجميع المسلمين. خير الختام الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمنى الفيديو يعجبكم وتبارتجوه مع الأهل والحباب بالاشتراك بالجرس طبعا، يوصلكم كل جديد، تستفدوا دائما خاصة الناس اللي كيحتاجوا لهذه المعلومات اللي كنشارك معكم، ما كنشاركش معكم أي حاجة، كنعرف أش كنقول. ونتمنى دائما لي ولكم التوفيق والنجاح، نتمنى تكونوا معايا دائما في اللايفات مع الثلاثة وسط النهار، كنكونوا مع بعضنا وكنتشاركوا بزاف المعلومات، بزاف طرق الخدمة، كنستفدوا كنكونوا مفيدين ومستفيدين، ودائما معكم مع العشرة الليل العروض، مورا العروض اللي قدرت كنفتح معكم اللايف، كونوا معايا نكون معكم بصدق وبالإخلاص، وما يدوم غير معقول، دير الخير تلقاه وفي ربي ترجاه، تهلاو فرصكم، السلام عليكم.